كابتن علاء، اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي، وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، اهلا بيك واهلا وسهلا. كنا بنتكلم بس الاول قبل ما تتكلم، انا يعني احب انتهز الفرصه اشكره واشكر الداخليه على الهواء، كل المسؤولين اللي كانوا على اعلى مستوى من التعاون والحرص على ان يبقى بين الاهلي والداخليه مثل هذه الصفقه المثمره لكل الاطراف. العفو يا باشمهندس عدلي، النادي الاهلي كبير في كل شيء، واحنا برضه بنشكر حضرتك وبنشكر طبعا كابتن محمود الخطيب في التعامل الراقي اللي تمت بيه الصفقه بتاعت اللاعب احمد علاء، ويا رب ان شاء الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي باذن الله. كابتن علاء، كنا بنتكلم في الجزئيه الخاصه بالوكاله وصراع الوكاله واحمد علاء وكيله مين والحدوته اللي حصلت في وجودك انت. لا مش في كله، انت كده بتساله سؤال لانه لو مش متابعنا مش هيعرف انت المداخله سببها ايه. قول له المداخله سببها. انا ما كنتش متابع البرنامج من البدايه. المهندس عدلي كان بيتكلم على انه كان حريص كل الحرص يعرف من احمد علاء مين الوكيل بتاعه. يا ابراهيم، الموضوع مش بص يا علاء، انت كنت قاعد معايا صح؟ نعم. لما كنا قاعدين مع بعض، ايوه، وبنكلم احمد علاء بنقول له لازم تنزل مصر تقابل الكابتن سالم الحفيظ، واخد بالك؟ وبعدين سالتك سؤال مباشر، هو اللاعب له وكيل؟ قلت لي حد علمي ان ملوش، بس في حد اتصل بيك وقال لك انا الوكيل بتاعه والوكيل وانا دوري ايه، فانت قلت له الداخليه ملهاش وكيل. حصل بالظبط يا باشمهندس، رديت انا قلت لك والاهلي ملوش ايه وكيل. لا هو يروق، رديت انا قلت لك يا باشمهندس عدلي، بص انا قلت لك الاهلي اشرح بس بعض النقاط. لا اصل في حد كاتب حوار لكذا واحد بخصوص اللاعب احمد علاء. احمد علاء طبعا الكل يعلم، يمكن انا اتكلمت ان انا لما جبته من سبورتنج ماليش وكيل. الولد لعب خلال فتره لعب وسط الداخليه مفيش اي حد بيتكلم معاه من الوكاله. تمام؟ لما جينا فتحنا الموضوع احمد علاء مع النادي الاهلي، لغايه ما قابلت الباشمهندس عدلي، وقبليها بيومين، يوم يا باشمهندس عدلي لما كلمت احمد علاء وحضرتك قلت لي هات تليفونه، قبليها كلمت احمد علاء ووالده كلمني في التليفون وقال لي احنا ملناش غيرك انت يا كابتن علاء، وانت زي والدي في القاهره، معنى كده ان مفيش اي وكيل دخل فين في الموضوع. تمام، انا بتكلم بكل صراحه واللي يزعل يزعل. تمام، قلت له لا اطمن والكلام ده كله، وخد رقم الباشمهندس عدلي الكل وكلمه دلوقتي احمد علاء وهو هيشرح لك ده. الكلام ده بالظبط يمكن قبل ما الصفقه تنتهي بحوالي يومين ثلاثه او اربعه بالكثير قوي. وطول وانا كلمت احمد علاء وقتها قلت له يا احمد علاء اوعى تكون مضيت مع اي حد او تكون وقعت لاي نادي، لان النادي الاهلي داخل فيك. قال لي يا كابتن انا ما فيش اي حد يكلمني ولا وقعت في اي حته ولا مش هعمل اي حاجه غير لما ارجع لحضرتك. قلت له تمام يا احمد علاء، وتم المداخله ما بين المهندس عبد الكاي واحمد علاء، واتفقوا على شويه حاجات، وجه دور النادي الداخليه مع النادي الاهلي في تخليص الصفقه. لغايه دلوقتي ما ظهرش اي وكيل وما فيش اي حاجه حصلت، ولا حد كلمني ولا حد كلم احمد علاء ولا حد كلم النادي الاهلي في الموضوع ده. برضه للتوضيح، احمد علاء معايا الكابتن محمد سعد شحاته مدرب في الفريق معايا، صديق شخصي للكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. بعد مباراتنا الثانيه في النادي مع النادي الاهلي في الدوري، حصل حوار تليفوني، وطارق سليمان كصديق مع الكابتن محمد قال له كابتن حسام البدري معجب باللاعب رقم 27 اللي هو احمد علاء، وفي كمان الولد اللي هو راس حربه ناصر منصور. محمد سعد شكر في احمد علاء فقال له لا والله ده انا هوصل الكلام ده كمان لجنه الكوره وهنتابع الولد خلال مباريات الدوري. دي برضه للتوضيح يا كابتن عدلي. كابتن ابراهيم، تمام. حصل بعد كده، بدأ دخلنا في الصفقه
وتم تفصيله كان ساعتها اللي هو عثمان بيقدم مناسك العمره، وجه الاستاذ اللواء محمد يوسف مساعد الوزير فوضني قال لي علاء روح قال المهندس عدلي واتفقوا على كل حاجه. وكان المهندس عدلي عارف هو في الفيلا عنده، كان في تواصل تليفوني ما بين المهندس عدلي والسيد اللواء محمد يوسف مساعد الوزير في بعض الامور الخاصه. اتصالات مباشره تمام كده يا باشمهندس؟ اه طبعا. اه فكل الكلام ده تم بدون وجود اي وكيل وبدون اي ولا حد على النادي الدقيقه ولا حد من النادي الاهلي ولا حد من احمد علاء لحد اخر يوم يا كابتن علاء. وانت عندي انا ما رضيتش اقول اللقاء كان فين، سبتها لك، فانت اللي تطوعت وقلت ان كان عندي في البيت. فلحد اخر يوم قلت لك الاهلي مالوش وكيل، وانت قلت لي الداخليه مالهاش وكيل، بس الولد مظبوط في اللحظات الاخيره قال لك انا عايز فلان يحضر معايا، صح؟ بالظبط كده. قلت لك طيب انت قلت لي مالوش وكيل، فاذا أيوة. كان اذا كان هو فوجئت بعد كده من اللاعب احمد علاء يومها بقى لما كان جاي عشان يقابل الكابتن سيد عبد الحفيظ. لما كلمت الكابتن سيد وحضرتك حتى كلمت الكابتن سيد قلت له احنا هنراعي الوقت كويس في العقد بتاعه، فكلمنا احمد علاء فقال لي في فلان هيحضر معايا مع الكابتن سيد دي في اللحظه. فانا حتى تسمح لي بس هنا عشان نذكر بعض. فانت لما قلت لي كده انا قلت لك ايه، انا خلاص اتفقت مع الكابتن سيد على كل حاجه، هو مش محتاج حد يجي معاه وهينبسط وحياته هتتغير. وبعد كده لما اصر قلت لك يجي بس ما يتدخلش في حاجه، حصل؟ تمام حصل بالظبط. صوبني اذا كنت ناسي حاجه. وانا يمكن كلمت احمد علاء قلت له من غير ما تجيب حد، المهندس عادل كلم استاذ عبد الحفيظ بتاع حفظ الالقاب ومش هيظلمك يا ابني وهيتعمل لك حاجه كويسه جدا طريق بيك وطريق بالنادي الاهلي. تمام. بس خلاص يعني هو ده اصل يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي بيتشطر وبيعامل نفسه يعني انه يعني قفش قفشه، النادي الاهلي لم يدفع مليم لاي وكيل، بس قفشه ده لم يكن هناك وسيط بين الاهلي والداخليه، اتصالات مباشره على اعلى مستوى والناس محترمه جدا وما خلتناش نحتاج ان احنا ناخد وقت طويل. وكابتن علاء نفسه قال واحنا كمان ما حدش يعني بيمثلنا، لان احنا لعبنا ضد بعض واحنا محتاجين حد يمثلنا ليه؟ هو اللعيب غامض بالنسبه لنا. اتفضل يا كابتن. هو بص يا باشمهندس عدلي، يعني المهم نادي الاهلي ونادي الداخليه بالظبط تفاوض مباشر ما بين المسؤولين هنا والمسؤولين هنا. ما كانش في اي وسيط او اي وكيل في الموضوع. كل اللاعب بقى في النهايه يقول انا فلان وكيلي، خلاص ده من حق اللاعب ويروح يمكن يساعده في حاجه في بند معين، ودي في حقوقه مع اللاعب مش مع النادي ده ولا ده. لا 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 ينقص من 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 قادر النادي الداخليه شيء او نادي الاهلي شيء تماما يعني. تمام يا كابتن. لسه احنا بينا شويه حاجات كده عايزين نتواصل فيها يا كابتن علاء. ان شاء الله يا باشمهندس في انتظار حضرتك ان شاء الله. حبيبي انا ببارك الصفقه للنادي الاهلي، وبرضه بشكر المهندس عبد الكاي وطبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد وكل المسؤولين في النادي الاهلي على التعامل الراقي. وفعلا كانت الصفقه تمت في هدوء تماما وبدون اي ضجه وبدون اي مزايدات. والنادي الاهلي النادي الداخليه احترم كلمته تماما مع النادي الاهلي، رغم ان حاول البعض ان يخش في بعض المزايدات الخاصه باللاعب، انما كان طبعا المساعد الوزير اللي هو محمد يوسف كان خلاص ادى كلمته واحنا كنا ادينا كلمه للنادي الاهلي. فببارك الصفقه يا رب ان شاء الله يعني يبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي، والنادي الاهلي طبيعي اضافه كبيره للاعب احمد علاء، وربنا يوفقه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. حضرتك طيب. وموفق دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخليه.